علاقة بذات الموضوع، الفنان المغربي محمد الشوبي انتقد عمل كبور والحبيب وقال أنه ما خداش الوقت الكافي في الكتابة. شنو يمكن لك هيثم تقول لنا على مدة تحضير سلسلة كبور والحبيب؟ ما كاينش شي سلسلة دازت في رمضان خدات الوقت فيها 20 دقيقة ولا 40 دقيقة ولا 13 دقيقة. ما كاينش شي سلسلة خدات قد الوقت اللي خدينا احنا في التحضير ديال كبور والحبيب. مني انا كنكون صادق مع راسي وخديت وقتي كامل، ما غشيت في حتى شي ايتاب، راه الحمد لله انا مرتاح، زعما مرتاحين في الخدمه ديالنا وترونكيل. الا كان شي واحد وديما شي واحد اللي كيكونوا كيكثروا عليه انتقادات، راك تعرف راسك راك غادي في الطريق الصحيح. الا شافوك غادي في البيست راه ما كاينش اللي غيهضر معاك. ملي كتكون غادي مزيان راه وانتقادات كاينه، دونك كمل في هذيك الطريق. انتقادات راه غيوجهوك يا اونكادريوك شويه ولكن غير كمل. ظهرتي واحد القدرة غريبة على إنجاح شخصية الحبيب، يعني نقدر نقوله أنك نجحتي فيها 100% تقريبا. يعني كاين هناك تجاوب كبير مع الجمهور. هاد الشخصية ديال الحبيب أهيتم، واش أنت اللي اختاريتيها أم أن السيناريو هو اللي اختارها لك؟ هو قصار حنا نديرو هاد البيرسوناج. هو كاين في العربية كيكونوا دي بيرسوناج اللي كتلقى شويه النقشه دايره عليه ولكن ماشي الحبيب. ما خدينا داك البيرسوناج اللي كيكون في كاع البوادي، ولكن الحبيب كيفاش رسمناه وكل حلقه كيكون فيها الحبيب في الجزء الثاني وانت كتكتب في الحلقه كيزيدوا شي احاسيس شي افكار يتزادوا لهذا البيرسوناج، كيفاش يتحرك، كيفاش يجري، كيفاش يشوف بعينيه، كيفاش المهم ليتيك ديالو، فهمتي؟ كل حلقه كتبناها في الجزء الثاني ديال الكوبل، كل حلقه كتبناها وفيها الحبيب كتزيدنا شي حاجه اخرى اللي نضيفوها للحبيب. والحمد لله كان التجربه في الجزء الثاني كانت مزيانه وتحبك في السلسله ديال كبور والحبيب. سلسلة كبور والحبيب شهدت غياب عبد العالي المهر والمخرج أمير الروانية واللي تألقوا معكم في الأجزاء الأولى، شنو سبب هذا الغياب؟ هو عبد العالي المهر كان معنا في الجزء الأول، في الجزء الثاني كان اختيار ديال زعما غنكون أنا وحسن الفد، وكانت معنا سميرة هشيكا. زعما ما كاينش زعما شي سبب ولا باقيين كنخدموا مع بعضياتنا في حوايج اخرين غير الكوبل. ما كتبش لينا عاوتاني نخدموا بثلاثه اللي هما حسن الفد، هيثم مفتاح، وعبد العالي المهر. بالنسبه للاخراج في هذه السلسله ديال كبور والحبيب كان هو غير مشكل ديال الوقت، زعما ماشي شي مشكل اخر، مشكل الوقت. كاينين دي زونغاجمون عند امير رواني، كاينين دي زونغاجمون عند حسن الفت، كاينين دي زونغاجمون عند هيثم مفتاح، دونك هادشي كامل جمعناه باش يعطينا الوقت اللي نصوروا فيه، وقت محدد نصوروا فيه. وامير ما كانش ديك الوقيته، يقدر يكون كان مثالي ولكن ما غي يكونش واجد لينا قبل التصوير، بالتحضيرات، بالتصوير، من وراء التصوير. داكشي علاش كان اختيار ديال اكتاغوس. بكل صراحه هيثم، واش ما كتخافش انك تبقى نمطي في شخصيه الحبيب وتفشل في المستقبل في تجسيد ادوار اخرى؟ حيت انا ماشي زعما بديت بالحبيب باش نبقى نمطي في الحبيب، حيت كاين واحد كاين عنده دراسه مسرحيه، كاين اكاديميه، كيعرف دوت بيرسوناج، فهمتي؟ كيعرف غيمثل هذا الدور كما غيمثل هذا الدور، غير الحبيب اللي عرفوني بين الناس. ان شاء الله نتمنى الله يجي شي دور اخر ويكون بعيد على الحبيب بتاتا وبعيد على هيثم مفتاح ونتفوق فيه ان شاء الله. علاش لا؟ ان شاء الله. سي هيثم، كنتحدثوا على النجوميه، انت دابا تبارك الله وليتي نجم، كيفاش كتحس سي هيثم براسك في الشارع من بعد هذه النجوميه؟ ما نقولوش عاوتاني النجوميه، فهمتي؟ الحمد لله بقى. الا كانت نجوميه راه غتبقى ديما ماشي في رمضان ان شاء الله. هو كتخرج ملي كيوقفوك الناس لفروج لفاف، كتقدا، كتسخن، المهم فين ما مشيتي كيعرفوك الناس وكيبغيوك الناس. راه ملي كتلقى حب الناس راه هذاك هو راس المال، فهمتي؟ راس المال ديال الطريق طويله. ما كانش كيبغيك الناس راه ما غدير والو، حيت الفنان بلا جمهور ماشي فنان. زعما راه الا بغاوك الناس راك غتمشي مزيان في داك الشيء اللي باغي انت، والحمد لله لهنا حشمنا معاهم. اكيد من بعد هذا النجاح سي هيثم، مجموعه من الاسماء غتبغي تشتغل معاك، شكون في الاسماء الفنيه والكوميديه اللي في الساحه المغربيه اللي تقترح انك دير معها ديو؟ ايكو
كنت فاهم معاه بزاف. دابا بحال دابا شي بغينا نصاوبوا شي ماشي مشهد ولا شي حاجه، داكشي اللي كنعطي انا شويه 3 دي 3 دي، راه الدراري ديال 3 دي غيفهموها. اللي كنقول 3 دي ايكو كيفهمني، فهمتي؟ كاين اللي تا هو غيفهمني وغير هو ايكو كيكون اول واحد غيفهمني، فهمتي؟ دونك ايكو كنت فاهم معاه في الضحك بزاف. كما هو معلوم سي هيثم، الحبيب كيضحك الملايين ديال المغاربه، شكون هي الشخصيه اللي كتضحك الحبيب؟ كاين حسن الفد، كاين ايكو، كاين باسو، كاين رشيد رافيق، كاين ياسر، وكاين الهناوات. الهناوات اللي كانوا كيضحكوني الله يرحمهم، هذوك زعما الطوب كيضحكوني بزاف. المهم هاد الناس اللي تفكرتهم دابا كيضحكوني. فين وصل عرض ايموراجي واللي انت واحد من نجوم هاد العرض؟ ايموراجي شحال هادي ما لعبتو، لعبت شي 3 سبيكتاكل الاولين ولا 4 سبيكتاكل وصافي، ما بقيتش كنلعب فيه. دابا الحمد لله راه غادي مزيان، راه واخا ما فيهش انايا، راه الاخوان اللي فيه راه غادي به مزيان. انا فرحان انني كنت من المؤسسين ديال هذا العرض مع عبد العالي المهار، كان ايكونيس، كان رشيد رفيق، ياسر، كاملين هادو كانوا. دونك انا لي الشرف وفرحان انني كنت من المؤسسين ديال هذا العرض، والحمد لله راه غادي مزيان. وداك الهدف اللي كنا رسمنا النهار الاول باش هذا العرض يمشي مزيان ويبقى يدخل وجوه جديده ويتخلطوا مع وجوه اللي شويه سابقينهم ويمشي مزيان، ديما يبقى يجيب وجوه جديده ويخدم ويكونوا زعما يكون تغيير، فهمتي؟ راه الحمد لله الاهداف اللي سطرنا في الاول راه هو اللي فيه دابا، والحمد لله نتمنوا يبقى غادي اعوام واعوام ويكون ناجح ديما ان شاء الله. واش ما كيخافش هيثم مفتاح ان الشهره ديالو تبقى مرتبطه بالفنان حسن الفد؟ لا 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 ما كنخافش منها. علاش؟ ملي راك مرتبط بسميه كبيره، راه ماشي اي سميه. دونك ملي غيجي الوقت وغيبان هيثم في شي شخصيه اخرى وغينجح ان شاء الله، راه ديك الساعه غيولي ماركه فيها هيثم مفتاح. شنو هو جديد اعمال الفنان هيثم مفتاح؟ انا كنحضر البوم دابا والجديد ديالي دابا ورا رمضان باش تكونسونطرا مزيان على كاينه الدراسه دابا نسالي ان شاء الله ورا رمضان، وتكونسونطرا على المشاريع اللي محطوطه باقي مسادها، فهمتي؟ باش تكمل لها الكتابه ديالها وتخليها طيب شويه. والو تقول عميك ميك. كاخر سؤال لهذا الحوار سي هيثم، كنطلب منك انك توجه كلمه لجمهورك وجمهور الايام 24 على طريقة الحبيب. هو حبيب باك، فهمتي؟ خص يكونوا فيه الحوايج ديالو ويكون فيه الماكياج ديالو، المهم الشعر ديالو اللحيه ديالو. دونك الحبيب خص يكون يا كامل يا ما نديروش. السلام عليكم وتحيه لكم، وكنشكركم على التشجيعات ليكم ليا، وكنحييكم من هذه البلاصه الزوينه اللي هي المكان ديال الموقع الايام 24. كنحييكم بالمناسبة ديال رمضان، كنقول لكم عواشركم مبروكة، وتفرجوا في هذا الفيديو، لايكيو وبارطاجيو حيت غير فيه شي حويجات زوينين، وتبارك الله عليكم. هيثم مفتاح كيقول لكم عواشركم مبروكة وشكرا.